نجوم في ذاكرتنا، إنجازاتهم في الملاعب بقيت في الذاكرة ولم تمحى رغم مرور السنوات، فكان التاريخ شاهداً على عطائهم من خلال مسيرة مميزة وذكريات للزمن الجميل. إكسترا تايم اختار أن يسلط الضوء على هؤلاء النجوم من خلال فقرة أينهم، لنقلب التاريخ الرائع معهم ولنعرض لكم قصص النجوم في الزمن الجميل. نجوم الرياضة الأردنية الذين غادروا الميادين معتزلين تاركين بصمة رائعة، فأين هم بعد اعتزالهم؟ وأين هم عن الساحة الرياضية؟ منهم من اتجه إلى التدريب، ومنهم من هجر الرياضة، ومنهم من أخذ دور المتفرج، ولكن قلوبهم فتحت عبر إكسترا تايم بابتسامات وأهات. البعض كان يتكلم بحرقة بعد أن أوصلته الرياضة إلى وضع مأساوي ولم تسعفهم عند كبر سنهم وابتعادهم عن الملاعب، ولا ننكر أن البعض تمنى لو أنه لم يسلك هذا الطريق. فقرة أينهم أخرجت دروسا وعبرا رياضية عبر نجوم كانوا ولا زالوا أسماء يستشهد فيها التاريخ الرياضي، وكانت حلقة الوصل للنجوم مع الجماهير التي عصرتهم والجماهير الأخرى التي سمعت عنهم ولكنها لم تشاهدهم.